طيب نروح شكرا بقى جزيلا لسيادة السفير. طبعا احنا يمكن في الحلقه الافعال القويه اللي انت بتعملها انت والبنوبي يعني طبعا لا كانت حلقه مميزه جدا الحلقه اللي فاتت من البيت الكبير، كان معايا طبعا ضيفي الناقد الرياضي الكبير عمر البنوبي، عرضنا رسائل دعم رائعه لموسيماني وازاي ردود الافعال لتوليه تدريب فريق النادي الاهلي من نجوم واساطير كبار جدا في عالم كره القدم الافريقيه والعالميه. طبعا كان على راسهم كالوش ابواليا اسطوره زامبيا، طبعا بيير عيسى ده نجم من نجوم جنوب افريقيا، وسونكو طبعا ده نجم السنغال، بيني ماكارسي كان موجود برضو في الفيديو. الحلقه يعني كان فيها تفاعل كبير جدا جدا، وموسيماني كمان كان ليه رد فعل يعني عن طريق حسابه على تويتر، نشر الرسائل ديت ووجه الشكر لكل الاساطير اللي اتكلموا عنه على شاشة قناة النادي الأهلي، وكانت زي ما بقولك إسام كان ردود أفعال رائعة على المستوى الأفريقي جداً. خاصة طبعا جنوب أفريقيا، ولكن على مستوى الأفريقي بنتكلم على كل القارة الأفريقية كانت بتتكلم على انتقال موسيماني للنادي الأهلي، وإزاي دي خطوة إيجابية، وإزاي الثقة كمان في المدرب الأفريقي، وإن موسيماني عنده سي في رائع على المستوى طبعاً. الأفريقي طبعاً. فكانت ردود أفعال جميلة جدا، والفيديوهات اللي نزلت موسيماني كمان تفاعل معاه بشكل كويس قوي. سعادته جدا وقعدنا نشرها، وفعلا يا كابتن هاني يمكن دي قيمه النادي يا جماعه، دي قيمه النادي الاهلي وقيمه التجربه الجديده دي بالنسبه له. ويمكن لاحظت انه موسيماني كان بيوجه شكر خاص لمكارثي وتفاعل مع رسالته لو كنتوا قريتوها بشكل كبير جدا. مكارثي من اساطير جنوب افريقيا، من ابرز لاعبته على مر التاريخ، وكانت مفاجاه له كمان ظهور بيير عيسى. انت عارف ظهور بيير عيسى برضو من النجوم المتألقين في جنوب أفريقيا من نفس بلده، وسعداء جدا يمكن بتجربته مع الأهلي، فكل التوفيق بالتجربة دي. هو عارف أن النهاردة موسيماني متفوكس عليه، يعني كل العيون معاك يا موسي. لا لا عجبني في إن شاء الله بقى يعني إن شاء الله ربنا يوفقك معانا كده بإذن الله. لا إن شاء الله هو هادي كمان، يعني عجبني فيه هدوءه حتى في يعني في المؤتمر الصحفي كده هادي. يعني احنا كلنا متفائلين بصراحه، متفائلين، وعايز اقول لك ان واضح جدا كمان عنده فكر، يعني فكره كويس جدا، متفاهم مع اللعيبه بشكل كويس، وده اداء النادي الاهلي بيبين ان في حاجه كويسه جايه. احنا من البدري نحكم على مدرب، عشان برضو ما تقولوش انتوا بتهللوا وبتزيطوا من بدري. لا 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 والله احنا مش كده، احنا بنحس احنا يعني احنا حتى اللعيبه، انا بتكلم مع اللعيبه كتير جدا، عندهم احساس بالهدوء شويه، عندهم احساس بالانسجام البدري شويه، وزي ما بقول احنا بنحكم على مدرب من خطواته الطويله، الخطوات الاولى فيها نجاح والحمد لله بشكل جيد، وبالتالي كل السبورت وكل الدعم ليه يعني. لا وساعات بتحس كده ان يعني جايه ان شاء الله يعني، بتبقى ساعات يعني اكيد ما حدش هيعرف هو هيكسب هيعمل ايه، بس بتبقى عندك شعور كده او تفاؤل خلينا نقول، واحنا كلنا متفائلين باذن الله انه الاهلي باذن الله يفرح ان شاء الله باذن الله.